السلام عليكم يا ناس، اليوم حتكون الفيديو عبارة عن صورة طارق. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ولا تنسوا دعاء في أهلنا في فلسطين. وخلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصفع، إنه لقوله فصل، إنه لقول فصل. وما هو الهزل، إنهم يكيدون كيدا، أكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. إذا عجبتكم المقطع حطوا لايك.